دلوقتي معادنا مشاهدينا مع جولة في أهم الأخبار التي ستحدث اليوم أو بمشيئة المولى عز وجل. طبعا أبرزها غلق باب التسجيل بفرص التدريب المهني في ألمانيا، والتدريب المهني ده هو عبارة عن أكثر من 300 فرصة عمل في مجالات مختلفة، وبيكون مدته من 3 سنين لثلاث سنوات ونص، بيتوسطوا أو يتخللوا راتب شهري. الراتب ده تحديدا بيكون 800 يورو ل 1200 يورو، بينتهي بشهادة معتمدة وفرصة عمل في ألمانيا. طيب كمان النهاردة في عدد من المباريات الهامة في الدوري الإنجليزي والدوري الإيطالي، هنتابع هذه المباريات وأهم الأخبار اللي هتحدث النهاردة من خلال هذا التقرير. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فوزارة الهجرة أكدت أنه هيتم غلق باب التقديم للباحثين عن فرص تدريب مهني في مجالات الفندقة والضيافة والتشييد والبناء في ألمانيا، والتقديم كان متاح من يوم 27 سبتمبر الماضي، والنهاردة هو آخر يوم. كمان النهاردة هيستأنف نادي السينما المستقلة اللي بيقيمه المركز القومي للسينما فعالياته بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية، ومن المقرر أن يعرض النادي فيلم أوفلاين وهو إنتاج مستقل للمخرج محمد كرم، والعمل بيناقش هوس الشباب بالسوشيال ميديا واللي بيترتب عليه من آثار سلبية. لعشاء الدوري الإنجليزي موعدهم النهاردة مع 5 مباريات قوية في إطار الجولة 10 من عمر المسابقة. هيلتقي مانشستر سيتي مع ساوثهامبتون الساعة 4 العصر، وفي نفس الوقت تشيلسي هيلتقي مع وولفرهامبتون، والساعة 6:30 هيلتقي برايتون مع توتنهام. بالنسبة للدوري الإيطالي، في النهاردة 3 مباريات قوية في إطار الجولة 9 من عمر المسابقة. هيلتقي ساسولو مع إنتر ميلان الساعة 3 العصر، والساعة 6 مباراة قمة الجولة بين يوفنتوس وإي سي ميلان، والساعة 9 إلا ربع هيلتقي بولونيا مع سامبودوريا.